سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنزيل معلوماتك فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الفيسبوك خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر